السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. هذا الثاني يوم لنا في رمضان. دقيت على حق القطع في الظهر، قال لي انه القطع حتوصل بعد العصر. شفت انه بعد العصر صعبة اني اخرج واروح اشتري القطع بعدين ارجع، لا الوقت كان مرة ضيق. فالان انا اصلا متوجه شمال جدة، عندي شغل رسم، فعلى الطريق حروح اعدي على قطع الغيار، اخذ القطعة وانطلق على المكان اللي راح اشتغل فيه. وبكرة ان شاء الله يصير لما يفتحوا المحلات على الظهر اروح اودي لهم السيارة بالقطعة كاملة، وربنا يكتب لي في الخير ان شاء الله. دعواتكم. يا صباح الخير، ايش بو هذا كان فجأة في الليل ورجع لنا كذا في النهار. والله المعذرة منكم، حصلت بعض التحديثات والمشاكل فما قدرنا نخلص في اليوم اللي قبله، وهذا هو اليوم الثالث في رمضان. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ مساكم بخير. اليوم الثالث على التوالي، والآن منطلق إلى محل قطع الغيار. ما قدر يوصل لي القطعة لأنه المفروض أنه أمس أنا أحول له الفلوس، ولكن لغرض ما أعرف الموقع مو راضي يفتح معايا ولا أنا قادر أسوي التحويل. حاولت كذا مرة ما زبط معايا فما قدرت أحول، فإن شاء الله دحين أروح له على المحل ومرة واحدة أحاسبه هناك يا أبوي، أسلم الفلوس في يده ويريح باله ونأخذ القطعة ونروح للميكانيكي إن شاء الله. والآن نحن في الطريق، هذا طريقنا هنا بني مالك، على اليمين هو من عند الإشارة، المحل جنب الإشارة. خلاص قربنا يا جماعة. قربنا، في عندي صوت في السيارة لما أشيل رجلي عن البنزين وأرجع أدعس مرة ثانية يجي زي الطقة. شوف ذحين أنا سيبت البنزين، أوكي ما أعرف إذا حينسمع أصلاً في السيارة ولا لا. طيب هي الآن راح أدعس ثاني مرة، سمعت الطقة طق كذا، في طقة غريبة، فحسأل عليها الميكانيكي ونشوف إيش الفرق. وصلنا للمحل يا جماعة الخير، طبعاً هذا محل تكامل جدة. المحل هذا ما شاء الله شوفوا على قد ما إنه صغير، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن عنده يقول لك كل قطع غيار الدوج، اي حاجة نقصك تعال على تكامل جدا. الله يوفقهم ويبارك لهم. يلا خلينا نخش دحين ناخذ قطعتنا. هذه القطعة اللي جننتنا يا جماعة الخير، اللي ما في منها الا كله تجاري في السوق حاليا، ما في الا هذه الاصلية. هتلاقوها زي ما قلت لكم عند تكامل جدا، صورت لكم المحل من برا، باقي بس نحاسب. خلاص منطلقين الان الى المدير الكبير، رايحين على هذا شو اسمه، اللهم صل على محمد، الميكانيكا. ان شاء الله بس ما يكون صار مشغول، لانه كان فاضي لي صراحه، خوفك دحين انه يصير مشغول ونتوهق، لكن ربنا يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله وتتيسر ان شاء الله الامور. يلا خلينا نشغل المكيف على اقوى شيء. سعر الصوفة طلع علينا 650 ريال، طبعا الصوفة الأصلية. إن شاء الله تطول معانا وتقعد طول العمر إن شاء الله. سالم ابو بنزل عادي يا رجال، ماشي ما هي مشكله.
هو الكلام بلقى تكاسي ولا ما حلقه؟ سلمنا السياره خلاص عند الميكانيكي ورفعها زي ما شفتوا وبس، والله راجع للبيت ان شاء الله حقه الاذان. صراحه ما ابغى اجري وما فيها حيل اني اجري. اخذنا البيتزا المهريه ورجعنا تاكسي. بالقوه والله لقيت تاكسي بعد طلوع الروح صراحه. ان شاء الله نلحق قبل ما ان شاء الله الامور تمام. بيس. طيب يا جماعه الخير، هذا فيديو ارسله لي الميكانيكي محمود يعطيه العافيه، ما شاء الله ما قصر وصور لنا قبل وبعد. شوفوا في اليمين كيف كانت الصوفة قاعدة تهرب وداخلة كذا على اللي هو المساحة هذه حقت الجير، الفاصل اللي ما بينها وبين الماكينة، وما شاء الله شوفوا كيف القديمة أصلا كيف صارت، يعني حتى الجلد صار شوية كذا منشف، وآي ثينك إنه بسببه هذا هو صار التهريب. وشوفوا كيف ما شاء الله في اليسار بعد التركيب حقت القطعة الجديدة، ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا نشوف كيف دحين نبدأ نجهز أمورنا وننطلق له ونروح نستلم السيارة من عنده. سلام عليكم. كيف الحال؟ خلصنا؟ الحمد لله خلصنا. يعطيك العافية والله يا محمود. خلاص تقول لي كل شيء تمام؟ هذه شكل الصوفة القديمة. ما شاء الله روحت. نشفت هذه ها؟ هي اللي كان عليها الكلام. هذه المفروض انها جلده. اوه قدها. التهريب مبين كان يعني معطيك جهه كذا معينه ولا من اكثر من جهه؟ لا من اكثر من جهه. من هنا ومن هنا. يلا الحمد لله. غيرناها بخيرها وشرها. بالنسبة لشغل اليد أخذوا مني 650 ريال، يعتبر أرخص شيء لقيته في السوق، لأنه كل اللي كانوا قاعدين يقولوا لي تقريبا 1000 وفوق، فيعطيهم ألف عافية الشباب ما قصروا معايا في السعر، شكرا لهم. طيب يا جماعة الخير بكذا يكون خلصنا الجزء هذا من الفيديو، الحمد لله خلصنا من تصليح الصوفة وانتهينا منها. في الفيديو الجاي بإذن الله راح نودي السيارة على السمكري وبإذن الله نشوف كيف ونتفق معاه على كل حاجة. لا تنسونا من دعمكم، شير لايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس وكل حاجة تقدر تسووها، وأهم حاجة ادعوا لنا في هذا الشهر الفضيل إن الله يوفقنا ويبارك لنا إن شاء الله في جميع أمورنا. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. كان معكم مازن الشمراني MAZ، نشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.